البداية لابد أننا نشير في البداية بأن مجلس مدينة الدار البيضاء ولجنة التتبع المتفرعة عنه بيان سور، أنه بادر منذ البداية إلى التفاعل مع المشكل اللي تطرح في مركب محمد الخامس على إثر المقابلتين المعروفتين ديال الوداد مع الأهلي والرجاء مع الأهلي والوداد مع الفريق الآخر. وبالفعل تجاوبنا مع هذه الاحداث اللي طرات في مركب محمد الخامس، وانعقدت اللجنه ديال التتبع في جلستين الى حدود الساعه، في جلستين. الجلسه الاولى من اجل صياغه منهجيه عمل من اجل الوقوف على مكامن القوه والضعف ديال مركب محمد الخامس، والجلسه الثانيه تميزت بزياره ميدانيه اللي كنا درنا من بين التوصيات اللي كانت عندنا فيها في اطار الجلسه الاولى، انه يحضروا جميع الفرقاء والمتدخلين من ضمنهم ممثلين ديال جماعه الدار البيضاء، من ضمنهم ايضا ممثلين ديال الامن، ومن ضمنهم ايضا ممثلين ديال فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاوي، شريكين غريمين ديال جماعه الدار البيضاء اللي كتربطهم معهم شراكه، وايضا ممثلين عن السيد الولي وممثلين عن عماله الدار البيضاء اوفا. بالفعل دارت واحد الزياره ميدانيه لجميع المرافق ديال جميع المرافق ديال مركب محمد الخامس. هذه المرافق في حقيقة الأمر اللي ما عمرني أنا ما شفت بأن هذيك الوضعية المزرية اللي هي عليه اليوم. المرافق هي المرافق اللي كاينة تحت ديال التيران، أسفل التيران، اللي كتضم مسبح أولمبي ومسبح نصف أولمبي، كتضم قاعات ديال ممارسات كرة القدم المصغرة، أيضا ديال الفوليبال وديال الهاندبال، ومرافق اخرى اللي هي قاعه اللي هي خاصه للاجتماعات الكونفرنس، وايضا مرافق اخرى للاسف اللي مخصصه لجمعيات لا علاقه لها بالملعب. دونك هذا الوقوف ديالنا اكتشفنا بان فعلا ان مركب محمد الخامس هو في وضعيه كارثيه، وانا تصدمت، انا شخصيا انا تصدمت ملي شفت. انا نقول لك التشخيص ديالنا ملي هبطنا لتحت في مركب محمد الخامس لقيناه عباره عن زباله، وديال ترى ديال رمي ديال الازمان وديال المتلاشيات وديال البناءات غير المكتمله. ومن عندما تساءلنا اخبرنا بان هناك ميزانيه ضخمه بلغت ربما 22 مليار لموله من طرف جامعه الدار البيضاء ومن طرف الشباب والرياضه ومن طرف الداخليه الى اخره، وهذه الاشغال غير تامه وغير مسلمه الى حدود اليوم. ومن بعد منها جات كازا ايفنت ودخلت على تلك الاشغال على الوضعيه ديال المزريه، وبقى هذاك الشيء هو. اذا حنا اليوم كنا كنعرفوا التيران هو عباره عن ملعب ديال كره القدم وديال العشب وديال الكرادان ديال الكراسي الى امنيه الشرفيه، ولكن ما يقع اسفل الملعب هو كارثه. وانا من منظور ديالي حنا في حقيقه الامر مازلنا كنشخصوا وكنشوفوا جميع المشاكل اللي ممكن تحصل تحت التحقيق. معلوم هذه من بين التوصيات اللي غادي نقترحها انا كفريق استقلالي، انه لابد من فتح تحقيق الجهات المسؤوله للوقوف على المسؤوليه، تحديد المسؤوليه، وبالطبع تحديد الجزاءات ان كان هناك جزاءات او تفريط او تقصير من بعض الجهه معينه. اما الوضعيه الحاليه اليوم زعما كما كنقولوا بانها اليوم انه ما يمكنش يتصور انسان الروائح الكريهه وانه مطرح ديال الازبال كان. انا نشبه اليوم بانه مطرح ديال الازبال الى حدود الساعه. مزيان دونك انا بالمعطيات يعني متقاربه ومتطابقه باللي الناس اللي قاموا بهذه الزياره صعب عليهم انهم يدخلوا بقوه ديك الرائحه اللي انا واحد منهم اللي زرت فعلا المركب في المرفق ديالو الاسفل، كانت روائح كريهه، كانت تسربات ديال المياه العادمه ديال الطواليت، تسربات ديال الامطار، انه لدرجه انه عندما تسالت عن بعض الاخوه اللي كنا تما قدام شي شويه قال لك هذاك الملعب اولمبي ولا هذوك المرافق كلها تنشات في 1983 بعد ما نظم المغرب هذيك الساعه هذاك انذاك العاب البحر الابيض المتوسط. من هذاك الحين ما عرفت شي اونتروتيان، ما عرفت شي صيانه، ما عرفت شي حاجه. اذا من المسؤول؟ هذه الحصيله اليوم اللي كنشوفوها واقفين عليها، ولا التشخيص هو بحقها ماشي نتيجه ديال المجلس هذا الحالي ولا المجلس قبل منه. فهذه حصيله ديال من 83 اليوم، خصنا نحددوا المسؤوليات ونشوفوا شنو المصاريف اللي تصرفات وشكون هي الجهات اللي كانت مسؤوله على هذا الشيء. ودابا اليوم طرحات بقوه اسم ديال كازا اميناجمون اللي خدات مبالغ كبيره، واللي حدود الساعه اليوم مازال ما سلمتش الاشغال ديالها. فمن المسؤول على التعطيل ديال هذا التسليم؟ واش من مصلحه كيخدم هذا الشيء هذا؟ اذا هذه علامه استفهام.
ومازال نقدر نوافيكم من بعد ما نكملوا الخدمه ديالنا، لان مازلنا كنشخصوا وكنظن بان باقي عندنا مازال كنشخصوا مازال التشخيص، لانه ما قدناش الوقت، وغادي نزيدوا مازال نشخصوا مع جميع المتدخلين كما قلت. ومطروح من ناحيه اخرى مطروح مشكل ديال التذاكر بالطبع، ندوزوا عليه ديريكت. التذاكر اليوم اللي كنت تطبع كذا ايفنت، كلها كتعرف الزوير، كلها كتعرف التدليس، وكلها كتعرف التحايل، لدرجه ان اليوم كنشوفوا الملعب الاغلبيه والاحداث اللي عرفات المقابله ديال الرجاء والاهلي، وهذاك هذاك 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 النفيلات اللي كنسميها انا نفيلات امني لوجيستيكي، ما نقدرش اليوم نحمل المسؤوليه مازلنا حتى هو كنشخصوا فيه. انما اليوم ان المبادره بعد الاولى اللي دارتها بعد كذا ايفنت، ان اليوم بصدد طبع تذاكر ذكيه اللي صعب على اي واحد يقدر يزورها. وبالمناسبه لابد الاشاره ان هناك متورطين في عمليه الزوير تم الاعتقال ديالهم اليوم، وراه محل ديال التحقيق عند الجهات القضائيه المسؤوله، اللي هما عباره عن اربع مكتبات، اصحاب مكتبات اللي كانوا كيتخصصوا في طبع هذه التذاكر المزوره وتسهيل الماموريه على الاخرين، ولي زاباراي وداك الشيء، والكاميرات راه كيبينوا هذاك الشيء كل شيء. وبالفعل هو كاع اللي تيشوف الملعب تتبان لي غير ديك الرقعه الخضراء اللي كاينه في 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 الملعب، علما ان هذه الرقعه تم احداثها في 2009، يعني تصوبت في 2009. ولكن ملي تنجيو نشوفوا الخبايا تنشوفوا المدينه المنسيه تحت المركب، مدينه كبيره يمكن تخلق علينا مجموعه من الفضاءات الترفيهيه في غياب فضاءات على مستوى مدينه الدار البيضاء. كاين مسبح سومي اولمبيك ما مستفدي اولمبيك ماشي سومي اولمبيك، مسبح اولمبي تحت هذا حتى هو الانقاذ. دخلنا نهار السبت في اطار اللجنه ديال التتبع، لقينا واحد يعني روائح لا تطاق، ما يمكنش لك تجلس دقيقه في هذا، بحال كان مدينه مهجوره، بحال داكشي ديال الافلام الهوليوديه ملي تتقلب على شي فيلم ديال نهايه العالم، ويل سميث في ذاك ليجند فاش دار هذيك الاسطوره تماما، ان ولات خراب في خراب. لابد، وقال لك ان كازا امينه جمهور تحتاج الى امكانيات ماديه من اجل الشطر الثالث من التاهيل ديال الملعب، وحددت في 8.8 9 مليار تقريبا، على 22 غنولوا نتكلموا على 31 مليار، وهي نفس القيمه اللي تطالب بها باش تكمل لوزو ديال عين السبع، حديقه الحيوانات عين السبع، ان 25 مليار قالت لك خاصها 6 مليار باش يمكن لها تكمل لها. وكان 31 مليار ولا هو الرقم اللي يمكن بها كازا امينه جمهور تخرج هذه المشاريع المتعثره. للاسف الامكانيات اللي تعطات كازا امينه جمهور اكثر من 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 هذا، عندها الميزانيه ثلاث اضعاف ميزانيه الدار البيضاء، وبالتالي خلق مجموعه من الاوراش، عندها اوراش كبيره كان عليها يعني ان هذا في اطار الحكامه، هذا الشيء تعاقب ديال المجالس باش ما نحكموش من يعني نحملوش مسؤوليه لمجلس واحد، مجموعه من المجالس، لان هي كانت من 2014 وهي تدبر مجموعات، تمت الانشاء الاحداث ديالها في 2008، دبرت مجموعه من المشاريع الى اخره، ولكن فشلت فشلا ذريعا في المركب محمد الخامس. نتكلموا عليها، كان لابد من اولا اما احداث شركه تنميه محليه خاصه نسموها كازا دونور ولا كازا سبور ولا كازا ستاد تتكلم بالملعب. كازا ايفنت راه خدت ما لا يمكن تحمله، لان ما تنساوش كازا ايفنت تيسحبوا الناس، هذه المداخل تدخل لها راه 85% تمشي للانديه، 15% تمشي للجامعه، و15% تدخل فيها 10%، هي 1.5%، يعني الملعب اللي دخل 100 مليون هي عندها 15000 درهم، باش ما يبقاوش الناس تخليط للراي العام. وهذا حنا ما قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.